ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يتداول ساكنة مدينة أسفي منذ ليلة أمس الثلاثاء شريط فيديو لأحد الناجين من رحلتنا للهجرة السرية، والذي أكد فيه وفاة أزيد من 12 شابا من مدينة أسفي كانوا على متن قارب للهجرة السرية، كان متوجها من أسفي إلى جزيرة لانسيروتي بجزر الكناري. ووفق مصادر متطابقة فقد انطلق القارب من سواحل أسفي وعلى متنه 27 مهاجرا سريا، قبل أن تواجههم صعوبات داخل البحر اضطرتهم للمكوث 8 أيام وهم يصارعون الأمواج قبل أن يصل القارب إلى ميناء الكناري وعلى متنه 11 مهاجرا سريا فقط، فيما ظل مصير الباقين مجهولا. وأوضحت ذات المصادر أن المفقودين 12 كانوا من ضمن راكب القارب فقدوا حياتهم بعدما أنهكهم الجوع والعطش خلال الرحلة التي دامت 8 أيام. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.